وهذه التربية طريقتها الميسورة هي مثل ما تفعله في هذا الجهاز، جهاز الهاتف تسجل فيه معلومات في ذاكرة الهاتف، وإذا ضربت الخيارات يأتيك خيار النسخ فتنسخ تلك المعلومات إلى ذاكرة الشريحة. فكذلك أنت لديك عقل ولديك عاطفة، فما أثبته بعقلك مما عرفت أنه واجب أو أنه سنة أو أنه مندوب تضعه في مكان المحبة من عاطفتك، وما عرفت وسجلت في عقلك أنه حرام أو أنه مكروه أو أنه خلاف الأولى تجعله في مكان الكراهة من عاطفتك، وبذلك تذوق طعم الإيمان. طعم الإيمان لا يذاق إلا بالعاطفة، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كره أن يعود في الكهر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذه الثلاث كلها عاطفية، إما محبة وإما كراهة. فلذلك إذا استطعت أن تجعل كل ما اقتنعت أنه طاعة لله في مكان المحبة، وأن تجعل كل ما اقتنعت أنه معصية لله ومكروه لدى الله في مكان الكراهة، الحمد لله تربيتك تربية صحيحة وأنت ناجح فائز، والله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون.